استمتعوا يا جماعه، استمتعوا بالمسرح. احنا واقفين على تاريخ دلوقتي، عظماء الناس وقفوا هنا. شكسبير وقف على المسرح، شويكار وقفت على المسرح، استاذ فؤاد المهندس، استاذ سيد زيان، استاذ محمد نجم، استاذ علي ربيع. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك يا مدام رجاء؟ احب اعرفك بنفسي، انا الدكتور جمجوم. تشرفنا حضرتك. انا بحبك جدا، وطول عمري كان نفسي اعمل معاكي حديث صحفي. ايه ده، انت صحفيه ولا ايه؟ ايوه طبعا، انا اخلاص الفيل. وممكن تدلعيني وتقولي لي يا اخس انا من اهم الصحفيين جيلي، كنت ماسكه قسم الحوادث والوفيات والتحقيقات. حوادث وفيات وتحقيقات، ما شاء الله. طبعا انت جايه عايزه تعملي معايا حديث عن مصيبه، مش كده؟ لا بعد الشر على حضرتك يا فندم، مش قصدي. لا والله قصدك، ما انا فعلا في مصيبه ولازم يعني تلاقوا لي. اي هو الاستاذ عامل كده ليه؟